الدريتكية طبعا لها امتداد عميق في التاريخ، وهي تطعم الفقراء والمحتاجين، والحقيقة ما تقدمه يعتبر مفخرة للخليل ويعتبر مفخرة لفلسطين. في اليوم الواحد من 4000 إلى 5000 وجبة يوميا تقدم للناس، كل الناس، كل الذين يأتون إلى هنا يعتبرون يعني ضيوف لإبراهيم عليه السلام. هذه السنة وهذه المأثرة التي امتدت من إبراهيم عليه السلام لا زالت فينا ولا زالت في كل من سكن ونزل الخليل، فهي تعتبر بالنسبة لنا مفخرة ومأثرة وصفات وطبع أصيل وكريم امتد من إبراهيم عليه السلام إلى هذا الزمان وإلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. طبعا ازدادت عدد الوجبات المقدمة للناس، وذلك نتيجة الظرف الاقتصادي وركود الاقتصادي التي تعانيه يعني المنطقة والبلد وفلسطين. الحقيقة الذين يأتون إلى هنا يزدادون، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى الذي دفع المحسنين ودفع هذه القلوب الخيرة من أجل أن تتبرع وتحسن وتقدم إلى هذا المكان، نحن نزيد بالكميات حتى يتلائم مع كل الوافدين وحتى نقدم الخدمات بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير. خليها أبو محمد، كل الصول اللي هو الخدم خدم. بنوزع خبز لحم، اللحم مشكل لحمة مع يخانة مع فاصوليا، لحمة مع لبن مع بازيلا، يعني عدة شغلات كثيرة، يعني أطنان، يعني عندك دجاج 1000 طن، عندك اللحمة من 500 من 700 ل 800 إن كانت عجل، تطعم كميات يعني حوالي من 6000 ل 5500. بنواجه طبعا اعداد كبيره، ازدياد باعداد كبيره على الوافدين لهذه الاتكيه بسبب اوضاعنا الاقتصاديه وبسبب الممارسات الاسرائيليه اللي بتمارسها على هذا الشعب. والله لا تبلي يلا هيو 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 هيو
السنة صعبة شوية مع الحرب ومع المواطنين، يعني إقبال يمكن مش أقل من 30% يا أخي. الزيادة زاد علينا الإقبال في رمضان وقبل رمضان، بعض مرات بتزيد وبعض مرات بخس، مش كل مرة الأمور بتكون يعني حسب رغبتك أنت. أيام بتزيد عنا وجبات، أيام بتنقص عنا وجبات.